27/12/2013 أرسطا. هذه هي محاس الشبيحة المرابطة على الطريق المقطوع الدولي بين حمص وحماة. هذا هو الطريق كما نرى مقطوع بشكل كامل بسبب تمركز هذه الشبيحة في هذه النقطة من الجهة الشمالية لمدينة الرستان. هذه إحدى محارس الشبيحة على هذا الطريق. أيضا قامت هذه الشبيحة باحتلال المشفى الوطني لمدينة الرستان. هذا هو المشفى المحتل أيضا من هذه الشبيحة المتمركزة بداخله وعلى أطراف هذا المشفى. هذه بعض المحارس أطراف المشفى المحتل من قبل هذه الشبيحة. وأيضا تتم عملية القمص المستمرة من نوافذ هذا المشفى ومن هذه المحارس باتجاه مدينة الرستان وباتجاه هذا الطريق المقطوع بسبب تمركزهم شمال هذه المدينة. هذا هو علم الجيش الخاين الذي يفرض حصاره على مدينة الرستان. سبعة وعشرين اثناعش 2013.